أنت لا تأخذني إلى أي مكان. أنت دائما مشغولة بالتحدث إلى مرآتك العجيبة لتذهبي إلى أي مكان. متى ستشتري لي تلك المكنسة الجديدة؟ حالما تستعملين المكنسة القديمة. المكان تعمه الفوضى. يصبح هكذا عندما تدعو أصدقائك إلى هنا. سيكون من الجيد لو ساعدت في أعمال المنزل من وقت إلى آخر. اغسل الغسيل ولو لمرة واحدة. يسرني ذلك. سارب. لا وقت للعب سارب. أنا ترى أننا مشغولان. لما لا تخرج لتجد أحدا تلعب معه؟ من المؤسف أن لا أصدقاء لسارب. علينا أن نصنع صديقا ليلعب معه. لا تغير الموضوع. حسنا، أين كنا؟ كنت على وشك أن أحولك إلى ضفدع. ميبي. ما قيمة الضفدع من دون فطر سام؟ أوه حقاً؟ حقاً. خذ هذا. أوه حقاً وأنت أيضاً. وأنت خذي هذه أيتها المشعوذة الغبية، سأريك. لكنني سأصيبك هذه المرة سترى. أيها الأحمق، خذي هذه أيتها العجوز. أنا ماذا سأفعل؟ سنفرها إلي. لا، من سنفرها إلي أنا. إياها. هيا. سارب. أيها المخلوق المسكين، من أين أتيت؟ سارب. كوني حذرة سنفورة، يبدو خطرا. لا تكن سخيفا، لن يؤذي سنفورا. سارب. أين تعيش يا سارب؟ سارب. أنت بعيد جدا عن منزلك، أليس كذلك؟ سارب. هذا مضحك، يريد أن يلعب بالكرة. هذا رائع، هيا سارب أركلها بقوة كبيرة. سارب. لا عليك، ما زال باستطاعتك أن تلعب معنا حالما نجد كرتنا المسنفرة. يا للفوضى، لا أريد أن أنظر إلى نفسي حتى. إذن أين الكرة المسنفرة؟ أظن أنها قد ضاعت، هذا الجحر لا نهاية له. سارب. وشيء آخر بعد، متى ستتخلص من عين هايدرا البشعة هذه؟ لا أريد شيئا خطرا كهذا في منزلي. كلام فارغ، هذه الكرة لن تعمل إلا إن قام أحدهم بركلها. أليست جميلة؟ أول جائزة حصلنا عليها في حفل للمشعوذين. كنا مهمين. نعم كنا كذلك. سلوان، إنهم يعزفون أغنيتنا. ما زالت قدميك رشيقتين تماما كما التقيت بك في اليوم الأول. وثقيلتين على رجلي. لدي فكرة رائعة جدا، فلنذهب إلى المكان الجميل الذي التقينا فيه أول مرة. فكرة رائعة جدا تلولا. هل أنت بخير عزيزي؟ أتمنى لو يتعلم سارب أن يدع ألعابه جانبا. حسناً، هل نذهب يا عزيزتي؟ سارب. يؤسفني أن كرتنا المسنفرة اختفت. ليس ممتعاً أن نلعب الكرة المسنفرة من دون الكرة المسنفرة. أكره لعبة الكرة المسنفرة من دون الكرة المسنفرة. سارب. إنها أكثر كرة مسنفرة سنفرتها في حياتي. الآن يمكننا أن نكمل اللعب. فليحيا سارب. سارب. تحضروا لركلة قوية. أنتم يا سنافري، لعبتم ما يكفي من الكرة المسنفرة ليوم واحد. حان وقت الغداء وبعد ذلك تأتي الأعمال. سارب.
مرحبا سارب، كيف حالك؟ أرى أنك كبرت كثيرا. هل تعرفان بعضكما؟ نعم سنفورة، عرفت سارب حين كان بهذا الطول. أخبرني سارب، كيف حال سلوان وتلولة؟ ما زالا يتشجران؟ يبدو أنهما لم يتغيرا أبدا. أيتشجران طوال الوقت؟ لكنه ليس شجارا حقيقيا. حسنا، نحن السنافر لا نتشاجر أبدا. بل نتشاجر. لا نتشاجر. نفعل. لا نتشاجر. بابا سنفور، هل يستطيع تناول الغداء معنا؟ هذا مؤكد سنفورة. ضيف إضافي لن يكون مشكلة أبدا، آمل ذلك. أوه سولوان، هذا رومانسي للغاية. نعم، مكاننا المسكون الاعتيادي ما زال رائعا. من أجل أنا؟ لم يكن عليك فعل هذا. أوه غير معقول. لا أصدق. قطعنا كل هذه المسافة كي نحظى بوقت ممتع، والآن ستفسد الشمس كل شيء. إذن لما لا نذهب إلى هذه الكهوف القديمة الرائعة وننتظر حتى يصبح الطقس سيئا من جديد؟ أوه نعم، وشبكات العنكبوت ستكون ممتعة. مرر لي توت السنافر لو سمحت. أوه عزيزي سارب، لديك شهية جيدة جدا. وهو يحب الأكل كثيرا أيضا. يحب الأكل فعلا غبي. يحب الأكل. أوه إنه سعيد للغاية بابا سنفور، ليته لا يرحل أبدا. مهلا سارب، لابد من أن سلوان وتلولة قلقان عليك. سارب، أنا أعرف سارب، لكنهما يحبانك كثيرا، لا يعيرانك كل انتباههما لأنهما يحبان بعضهما كثيرا. سارب، هذا صحيح أيها الصغير، من الأفضل لك أن تعود الآن إلى القصر. سارب. أوه سارب، أنا آسفة جدا، لن تتسنى لك الفرصة لتلعب الكرة معنا. حسنا، أعتقد أنه لا بأس في أن تؤجلوا أعمالكم قليلاً وتلعبوا بالكرة المسنفرة. لكن فقط لوقت قصير. في مثل هذه الأوقات تلولة، أنا لا أعرف لما نتشاجر كثيراً. سولوان، أظن أن هذه البيئة الجميلة قد أثرت في دماغك. ما زلت متأثراً بجمالك يا جميلتي. جميلتك؟ أوه سولوان، يا صاحب اللسان الفضي العجيب، ستبقى دائما جذابا. والسنوات لم تنقص من جمالك، لكن بعد التفكير ربما لأن المكان مظلم. إذن دعني أنر لك المكان لكي تتأكد. هل يمكنني أن أركلها قوي؟ بكل تأكيد غبي، هيا تفضل. ربما علينا أن ندع سارب يبدأ، بكل الأحوال إنها كرته. مهلا يا سنافر الصغار، أين هو سارب؟ لا، لابد من أن الوحش أكله. وسوف يأكلنا نحن أيضا. استدعي فرقة السنافر للإطفاء. على الفور بابا سنفور، وأسرع. لقد اختفت عين هايدرا. اختفت؟ هذا مستحيل، لابد من أنها في مكان ما. ها هي. مهلا لحظة، هذه ليست العين، إنها كرة سارب. لا، لابد من أن سارب ذهب ليلعب بعين هايدرا. سولوان، إن حصل شيء لسارب الصغير فلن أسامح نفسي أبدا. علينا أن نجده. يا للمصيبة، وجه الخرطوم نحو الوحش. المزيد من الماء، المزيد من الماء. نفد الماء منا. سام. قلت لك إن علينا أن نأخذ الطريق الشمالي من الجبل. كنت متأكداً من أن هذه الطريق الصحيحة.
لن نجده أبداً في الوقت المناسب. احترس عزيزي. حسناً، نجحنا يا عزيزتي. نعم، رأسان أفضل من ثلاثة. هل أنت بخير يا عزيزي؟ سارب، سارب، سارب. أوه، عزيزي. مرحباً سلوان، مرحباً تلولة. مرحباً بابا سنفور. أوه، ساربي، يبدو أنك تحتاج إلى طبق ساخن من عصيدة الديدان بالجذور. نعم، لكن الطبق المفضل عنده هو فطيرة الخفافيش عزيزتي، تعرفين هذا. بل العصيدة عزيزي. إلى اللقاء بابا سنفور. إلى اللقاء سار، قم بزيارتنا قريبا. فطيرة الخفافيش يا عزيزتي. إلى اللقاء بابا سنفور. إلى اللقاء سار. إلى اللقاء. إلى اللقاء. العصيدة سولوان. فطيرة الخفافيش. العصيدة. فطيرة الخفافيش. العصيدة. فطيرة الخفافيش. العصيدة. فطيرة الخفافيش.